أنا حالياً عندي تمرين متواصل يومياً. إحنا نتمرن الصبح الساعة 6، نخلص على الساعة 7:30، نرجع مرة ثانية نتمرن، نبتدي التمرين من الساعة 5 مثل ما أنتم شفتوا اليوم لغاية الساعة 8 يومياً على هذا الشيء. إذا أنا اليوم موجود في الدولة عندي راحة واحدة فقط اللي هي الجمعة، أما إذا كنت في معسكر تمريني طول الأسبوع، تمرين يوم الأحد يكون تمرين الصبح العصر ستوب، ترجع يوم الاثنين الصبح ستوب العصر تمرين، معناته يحسبوا لك بالساعات.